هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة أن الفريق الملكي يواصل حصد الإنجازات في السباقات الأوروبية وللمرة الثالثة على التوالي، وذلك بفضل الروح العالية التي يعيشها الفريق بعد الإنجازات التي تحققت في أوروبا من سباق لآخر. هذه الإنجازات تتواصل كذلك بفضل حرص الفرسان أيضا على تحقيق أفضل النتائج لإبراز مكانة المملكة رياضيا بصورة عامة وفي رياضة القدرة بصورة خاصة في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالإضافة إلى تأكيد المستوى الذي وصل إليه فرسان رياضة القدرة بصورة عامة في مملكة البحرين. وأشاد سموه بما حققه فرسان الفريق الملكي للقدرة في سباق محافظة نورماندي والذي فاز به الفارس غازي الدوسري ببطولة 125 كيلومترا والذي يشارك فيه الفريق لأول مرة، ومحمد الخاطري بسباق 90 كيلومترا. وأضاف سموه أن هذه المشاركة جاءت ناجحة، مشيدا سموه بنتائج الفرسان حيث حقق الفريق نتائج إيجابية وللمرة الثالثة على التوالي. وأعرب سموه عن خالص تقديره للجهود التي بذلها الفرسان والجهازان الفني والإداري في سباق محافظة نورماندي والسباقات السابقة والتي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. وخلال ختام البطولة تم تكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي من قبل اللجنة المنظمة للسباق بتقديم هدية تذكارية لسموه، كما تم تتويج الفارس غازي الدوسري الفائز ببطولة 125 كيلومترا وكذلك محمد الخاطري بطل سباق 90 كيلومتر. يذكر أن هذا الفوز هو الثالث على التوالي للفريق الملكي للقدرة في أوروبا ضمن سلسلة مشاركاته في البطولات المختلفة للقدرة خلال الموسم الجاري. En deuxième position avec Roméo de Perros, Pierre Offret. Il est là pour 56, c'est la moyenne pour Pierre. Très très belle prestation aussi. Puis avec Omega Armor qui prend la première place, Pierre Offret. يعني الأرضية ما كانت صعبة، بس إن نوع الأرض يعني ما كانت مستوية وفيها طلوع وفيها نزول كالعادة، ولكن ما كانت يعني بصعوبة البطولات السابقة، لكن أيضا ما اعتبره سباق سهل لأنه كان يعني معقد وفي جبال كثيرة.